بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا دكاترة إن شاء الله هنستكمل سكاشن التوكسيكولوجي أند فورنسيك كيمستري، وهنتكلم عن السيانايد توكسيسيتي. سكشن السيانايد واحد من أهم السكاشن على مستوى البراكتيكال شيت أو حتى على مستوى النظري، لأن بيتم تدريسه نظري وكمان عملي. طيب، مبدئيا قبل ما نبدأ في السيانايد توكسيسيتي، عايزك تعرف إن السيانايد is the most rapidly acting poison، أسرع سم قاتل في التاريخ. طيب، تعالى بقى نتعرف على الكرايتيريا بتاعت السيانايد. زي ما قلت لك إن هو it is one of the most potent and rapidly acting poison. تمام؟ أسرع سم قاتل في التاريخ، واللي الوفيات ممكن تحصل فيه خلال دقايق معدودة لو إحنا تعرضنا لكميات كبيرة منه. طيب، على مستوى الكاينيتيك بتاعته، فهو absorbed اما عن طريق الدايجيشن ابزوربت فروم الجي اي تي، او ممكن اتعرض له عن طريق الانهاليشن وساعتها يبقى ابزوربت من اللنج. فورمز اوف سيانايد، اشكال السيانايد تخلي بالك منها، لان التوكسيستي بتاعت السيانايد تختلف على حسب الفورم بتاعته. تمام؟ طيب، يعني لو بصينا على الجازس الهيدروسيانيك اسيد ال اتش سي ان، او اللي بيسموه البروسيك اسيد، ودي is the most toxic form. تمام؟ طيب، جاز يبقى mainly التعرض ليها هيكون عن طريق الانهاليشن، وهتكون absorbed من اللنج. توكسيستي بتاعته عالية جدا بسبب الليبيد سوليبيليتي وقدرته العالية انه يعدي البلاد برين بارير، وabsorbed من الباريرز المختلفة بتاعت الجسم بسبب الليبيد سوليبيليتي. تمام؟ طيب، يبقى الجاز HCN في liquid form، هي برضو hydrocyanic acid او HCN او البروسيك اسيد اللي يريد لي ابزوربد فروم الجي اي تي. طب هو ايه فكره جاز وليكويد؟ هو الهيدروسيانيك اسيد يا جماعه بيحصل له ايفابوريشن عند الروم تمبريتشر. طيب، يبقى عندك جاز بيحصل له ايفابوريشن، يتحول برضه للليكويد فورم اللي هي ابزوربد من اي مكان من الجسم، سواء عن طريق الجي اي تي او حتى عن طريق الديرمال كونتاكت من السكن بسبب الليبيد سوليبيليتي بتاعته. طيب، الان اورجانيك سولت، الصوديوم سيانايد والبوتاسيوم سيانايد، ومين اللي بيتم التعرض او يتم التسمم بيهم؟ عن طريق الانجيشن، بعد ما يتحولوا عن طريق ال HCl بتاع الاستومك لهيدروسيانيك اسيد، وبرده ريديالي ابزوربت فروم الجي اي تي. نخلي بالنا يا جماعه ان المين سايت اوف اكشن بتاع الان اورجانيك سولت هيكون على مستوى الجي اي تي. هنعرف ان ليهم كروسيف اكشن دلوقتي. تمام؟ يبقى الفورم الجازس ات از ذا موست توكسيك فورم، ابزوربت مينلي باي انهاليشن، يحصل لها ايفابوريشن ممكن عند الروم تمبريتشر، وتطلع الليكويد فورم بتاعتها اللي هي ابزوربت فروم السكن والجي اي تي. الان اورجانيك سولت اللي دايما بيحصل لها ابزوربشن من الجي اي تي بعد التحول لهايلي توكسيك فورم. سورسز اوف سيانايد، طب ايه المصادر اللي موجوده حواليا ممكن اتعرض فيها للسيانايد؟ نخلي بالنا من السورسز بتاعت السيانايد بالتحديد، لان يا جماعه ده مهمه. ودايما يا جماعه كلمه سورسز في التوكسيكولوجي يعني انت بتعديها وانت بتذاكر، بس في بعض التوكسينز لازم تعرف السورس بتاعها. تمام؟ طيب، نبدا بقى السورسز اوف سيانايد. نمبر 1 السيانوجينيك جلايكوسايدز او الجلوكوسايدز. الجلايكوسايدز يا جماعه اللي بتكون موجوده في الانرايب فروت، في بعض الانرايب فروت السيدز بتاعتها بتحتوي على كميات كبيره من السيانايد، زي الابل وزي البيتر المونت وزي الابريكو. عشان كده يا جماعه دايما الحاجات الانرايب اللي قدامنا دي لا يفضل ان احنا نتعرض لها، لان بيكون جواها كميات كبيره جدا من السيانايد اللي ممكن تؤدي الى حدوث تسمم. سيانايد سولتس هتلاقيها موجوده في بعض الميتال بوليشنج ايجنت، الحاجات اللي احنا بنستعملها في طلاء المعادن وتلميع المعادن زي الفضه كده. تمام؟ والفوتوغرافيك كيميكلز، المواد الكيميائيه المستعمله في التصوير او شرايط الفيديو بتاعت زمان. طيب، ال HCN جاز تخلي بالك من الاستعمال ده، كوميرشيالي بيستعملوه تو فاميجيت شيبس اند نيو بيلدينج، التعفير يا جماعه. لما بيكون عندك بيت جديد او سفينه جديده قبل ما تخش الخدمه، بيبداوا يتخلصوا من الحشرات اللي موجوده فيها الصغيره دي اثناء البناء عن طريق الفاميجيشن، التعفير. فمن ضمن الحاجات اللي بيستعملوها في التعفير كعفره هي ال HCN جاز. تمام؟ And used for soil sterilization، ساعات بيحصلوا ميكسينج مع بعض الاجريكالتشرز او الانسكتسايد اللي بنستعملها كمبيدات حشريه.
combustion of nitrogen containing plastic. هقول لك معلومة دلوقتي تخليها دايما في دماغك، حرق أي مادة بلاستيكية بيطلع سيانايت، حرق أي مادة بلاستيكية بيطلع سيانايت، تمام يا جماعة؟ طيب الأورجانيك نايترايتس زي الأسيتونايتريل مثلا، الأسيتونايتريل أو الأسيتون اللي الستات بتستعمله علشان تشيل المانيكير اللي موجود على الإيد، ده بيطلع كميات كبيرة من السيانايد، واللي هيعمل هيأثر على إنزيم مهم جدا في جسمنا دلوقتي اسمه السيتوكروم أوكسيديز زي ما نشوف دلوقتي، تمام؟ يبقى دي كلها مصادر مشهورة. أورجانيك سايوسيانيت، الأورجانيك سايوسيانيت بتعمل لايبريشن للسيانايد تحت تأثير الجلوتاسيون اس ترانسفيريز انزيم. طيب ميديكالي ممكن يستعمل في الطب، تمام؟ طيب بيستعمل في الطب ازاي بقى؟ أخدنا السنة اللي فاتت الصوديوم نيتروبروسايد، وعرفنا إن الصوديوم نيتروبروسايد هو أهم دواء مستعمل في علاج الإيمرجنس هايبرتنشن. طيب الصوديوم نيتروبروسايد علشان يبدأ يعالج ضغط ويطلع نيتريك أوكسايد بيعمل لايبريشن لكميات من السيانايد نورمالي، او الكميات السيرابيتك دوزس بيقدر الليفر عندنا يعمل لها ديتوكسيفيكيشن عن طريق الكونجوجيشن مع سلفايدرايل جروب، تمام؟ طيب اما بقى لو اخذنا توكسيك دوز، التوكسيك دوز دي هيحصل ساتوريشن الليفر، الليفر مش هيقدر يعمل ديتوكسيفيكيشن للكميات العاليه او دي من السيانايد، فيحصل تراكم من السيانايد ويبدا تعمل عن المشاكل او تأثر على البودي سيستمز او البودي انزيمز، تمام؟ يبقى لو حبينا يا جماعه نلخص السورسز بتاعت السيانايد فهتلاقيها مستعمله في الصناعه، الطب، الزراعه، تمام؟ الصناعه قصه الميتال بولشنج والفاميجيت بتاع الشيبس والبيلدنج دي، الزراعه كانسكتسايد ورودنتسايد، تمام؟ والزراعه برضو هتلاقيها موجوده في السيدز الانرايب بتاعت الانرايب فروتس، تمام؟ هتلاقيها موجوده في الطب في بعض الادويه زي الصوديوم نايترو بروسايد. ميكانيزم اوف اكشن بتاع السيانايد. طيب هو ازاي يا جماعه بيحصل سيلولار ريسبيريشن؟ المفروض ان الاكسجين بيتشال عن طريق الهيموجلوبين، والهيموجلوبين بيحتوي على فرس، تمام؟ طيب الهيموجلوبين اللي بيحتوي على فرس ده هيشيل الاكسجين، هيتكون كومبلكس اسمه اوكسي هيموجلوبين، هيوصل للتشو. طيب اللي بيخلي بقى التشو تقدر تحرق الاكسجين اللي وصل لها علشان تجيب منه انرجي هو انزيم مهم جدا، هو السيتوكروم اوكسيديز انزيم. اقدر اقول لك ان السيتوكروم اوكسيديز انزيم هو ايد الخليه اللي بتمكنها انها تحرق وتستعمل الاكسجين اللي هي محتاجاه علشان تعمل اي تي بي جنريشن، تمام يا جماعه؟ طيب يبقى اذا المسؤول عن السيلولار يوتيلايزيشن اوف اوكسجين فور اي تي بي جنريشن هو السيتوكروم اوكسيديز انزيم. السيانايد بقى التارجت بتاعه هو السيتوكروم اوكسيديز انزيم. طيب تعال نشوف الميكانيزم اوف اكشن. سيانايد از هايلي سيتوتوكسيك، قلنا وان اوف ذا موستلي رابيدلي اكتنج بويزون. طيب ليه هاي افينيتي للايرن الموجود في الفيريك ستيت، تمام يا جماعه؟ الموجود في السيتوكروم اوكسيديز، يبقى هو بيدخل على السيتوكروم اوكسيديز يشبك مع السيتوكروم اوكسيديز، لان السيتوكروم اوكسيديز فيه فيريك ايرن، هو ليه هاي افينيتي للفيريك ايرن. بمجرد ما يتحد السيانايد مع الفيريك بتاع السيتوكروم اوكسيديز هيحصل انهيبيشن للسيتوكروم اوكسيديز انزيم، ما عادتش الخليه قادره تعمل يوتيلايزيشن للاكسجين، بدا يحصل ديبليشن للاي تي بي برودكشن، بدا يحصل هايبوكسيا، تمام؟ نتيجه الهايبوكسيا بتضطر الخلايا انها تلجا للانيروبيك ريسبيريشن، والانيروبيك ريسبيريشن هينتج عنه كميات كبيره جدا من لاكتيك اسيدوزس، وده هيعمل لي اسيدوزس وممكن ياثر على وظائف الكلى فيما بعد، تمام؟ تعالى بقى نتكلم عن التوكسيستي اوف سيانايد. يا جماعه يهمني في التوكسيستي اكتر من حاجه، الكلينيكال بيكتشر والمانجمنت. طيب تعالى بقى نبدا بالكلينيكال بيكتشر، تعالى نشوف السيمبتومز اوف توكسيستي. اهم سيمتوم هتشوف يا جماعه هو السيلولار هايبوكسيا، تمام؟ نقص الاكسجين اللي رايح للخلايا، او الاكسجين واصل بكميات كويسه للخلايا بس للاسف الخلايا مش قادره تستعمل. طيب تعالى بقى نشوف التاثير على الريسبيريشن، انيشيال تاكيبنيا اند ديسنيا، زياده في الريت اوف ريسبيريشن بصوره مؤقته، وديفيكالتي في ريسبيريشن نتيجه الاستيميوليشن في
كاروتيد كيمو ريسبتور وريسبيراتوري سنتر. طيب ده في الاول يا جماعه يكون انيشال ستيميوليشن فولد باي ريسبيراتوري ديبريشن اند ديس. البيشنت بقى لما يتعرض لكميات كبيره من السيانايد باي انهاليشن هتلاقيه وقع على الارض فقد ريسبيريشن مع صرخه مميزه. البيشنت بيحاول يعمل اي مجهود عشان يتنفس، دي بيسموها السيانايد كراي. تمام، بمجرد ما تحصل السيانايد كراي بيموت العيان خلال افكت اون سي ان اس. طبعا يا جماعه السي ان اس ستيميوليشن اللي موجود في الاول في صوره هيديك اكزايتيشن انكزايتي هايبوكسيك كونفالجنس. طبعا يا جماعه نقص الاكسجين واصل البرين هينتهي بكونفالجنس. معروف ان السي ان اس ستيميوليشن بيكون فولود باي ديبريشن. افكت اون الجي اي تي بيرنينج سنسيشن على مستوى الجي اي تي. نستكمل يا شباب السيمبتومز بتاعه التوكسيستي. افكت اون سكين، خلي بالك من العلامة المميزة بتاعت السيانات توكسيستي هي البرايت ريد كالر. الارتيريال بلاد والفينس بلاد ده يكون لونهم برايت ريد، المفروض الفينس بلاد بيكون دارك ريد. اما هنا علشان الخلايا ما استهلكتش الاكسجين اللي وصل لها بسبب ان السيتوكروم اوكسيديز بتاعها فيلد، فهتلاقي ان الارتيريال بلاد والفينس بلاد بيحتوي على اكسجينيتد بلاد وبالتالي يكون ليهم برايت ريد كالر. تمام يا جماعه، يبقى تخلي بالك من النقطه دي عشان دي كرايتيريا مميزه جدا للسيانايد توكسيستي. دي تجميع فيها السيانايد توكسيستي السنترال والجي اي تي والبرايت ريد كالر بتاع السكن. كرونيك توكسيستي اوف سيانايد، حرمان الخلايا من الاكسجين هيعمل مشاكل، واكتر الاورجنز اللي بتتاثر بسبب نقص الاكسجين هو السي ان اس والكارديو فاسكولار سيستم البرين والهارت. طيب على مستوى السي ان اس يحصل كومبليكيشن نتيجه الهايبوكسيا زي الانكيفالوباسي والديمنشيا لوس اوف ميموري. على مستوى الكارديو فاسكولار سيستم ممكن يحصل مايوكارديال ليجنز زي المايوكارديال انفاركشن. تمام يا جماعه، يبقى كده خلصنا من السيانايد توكسيستي. الدياجنوزس، بالنسبه للدياجنوزس يا جماعه السيركمستانشال ايفيدنس، الظروف المحيطه بالحادث او الهيستوري. دخلت على بيشنت لقيت جنبه كونتينر من السيانايد مثلا، كلينيكال بيكتشر وخاصة يا جماعة البرايت ريد كالر بتاع السي ان اس ومشاكل الكاردياك والسي ان اس مانيفستيشن. من ضمن الحاجات يا جماعة البريس اوردر، البريس اوردر بتاعة البيشنت بتكون مميزة جدا، بيتر الموند ريحة اللوز المر، قلنا على البرايت ريد كالر بتاع السي ان اس. تريتمنت اوف سيانايد توكسيستي، طيب أول حاجة هي بريفنشن اوف الفيرزر اكسبوجر. تمام، ازاي هشيل البيشنت من الكونتامينيتد اريا، ولو كان البيشنت انجستد للسم هبدا اعمل جاستريك لافاج خاصه عن طريق البوتاسيوم بيرمنجنيت عشان اكسد السيانايد. تمام، طيب الانتيدوتال سيرابي، تخلي بالك من الانتيدوتال سيرابي مهمه جدا جدا جدا. احنا عارفين ان السيانايد ليه هاي افينيتي للفيرك بتاع السيتوكروم اوكسيديز. طيب فاحنا هنبدا نخلق مصدر ثاني للفيرك في الجسم، بحيث لما اخد السيانايد السيانايد يروح للفيرك ده وما يقربش ناحيه الفيرك بتاع السيتوكروم اوكسيديز. يبقى انت بتحاول تخلق فيرك جديد غير الفيرك بتاع السيتوكروم اوكسيديز، وساعتها السيانايد هيروح للفيرك الجديد اللي انت عملته وهيسيب السيتوكروم اوكسيديز بتاع الخلايا. طب ازاي هاكسد الفيروس الموجود في الهيموجلوبين؟ عن طريق الاوكسيدايزنج ايجنت المختلفه زي الصوديوم نايترايت والامايل نايترايت. تمام يا جماعة؟ طيب فاحنا يا جماعة عن طريق الاوكسيدايزنج ايجنت المختلفة الموجودة في السيانايد كيت هنحاول نعمل اوكسيديشن للفيروس بتاع الهيموجلوبين نحوله للفرك، وبالتالي هيتحول الهيموجلوبين إلى ميت هيموجلوبين. ساعتها السيانايد هيمسك مع الفرك بتاع الميت هيموجلوبين ويخف الأكشن بتاعه شوية على الفرك بتاع السيتوكروم اوكسيديز. تمام؟ دي رسمة ظريفة بتوضح لك الفكره بتاعت الاوكسيدايزنج ايجنت. الاوكسيدايزنج ايجنت هيحول الهيموجلوبين الى ميت هيموجلوبين، ساعتها السيانايد هيبدا يروح للفرك بتاع الميت هيموجلوبين ويخف شويه على السيتوكروم اوكسيديز انزيم. مكتوبه بشكل اكتر تاني عن طريق المعادلات، السيانايد مع السيتوكروم اوكسيديز بيمسك مع الفرك فيتكون السيتوكروم اوكسيديز اللي ماسك مع السيانايد. لما نأكسد الهيموجلوبين عن طريق اوكسيدايزنج ايجنت هيبدا السيانايد الماسك مع الفيرك يروح
للميت هيموجلوبين الجديد ويتكون سيان ميت هيموجلوبين، وبعد كده ممكن نرجع السيانوميت هيموجلوبين هيموجلوبين مره ثانيه. تمام. طيب بلس الاوكسيدايزنج ايجنت ممكن نلجا لاستعمال الكليتنج ايجنت المختلفه زي الداي كوبالت اديتيت، تمام، اللي بتحول او بتعمل كومبلكس مع السيانايد وتحوله الى نون توكسيك كومبلكس. الهيدروكسي كوبالامين اللي بيتحد مع السيانايد ويكون سيانو كوبالامين. تمام. طيب فاكرين من شويه يا جماعه لما قلت لك الصوديوم نيتروبروسايد بيطلع سيانايد، بس ما بيحصلناش مشكله ان جسمنا بيقدر يتعامل معاه ويحوله لنون توكسيك فورم اسمها سايوسيانيت عن طريق السلف ترانسفيريز انزيم الموجوده في جسمنا. سيمتوماتيك تريتمنت، هبدا اعالج الاعراض المختلفه، اوكسجين سبورت طبعا علشان خاطر التوكسيستي بتاعت السلام بتاثر على الريسبيريشن، ولو ان الاكسجين لوحده مش هيكون كفايه بس احنا بنحاول نقوي شويه من موقف الاوكسيدايزنج ايجنت. كونفالجنس بعالجها بدازيبام. الاسيدوز اللي حصل نتيجه تراكم اللاكتيك اسيد بعدله بصوديوم بيكربونات. الفيفر دي ميتابوليك فيفر عالجها بكولد فومنتيشن. بعد ما خلصنا من السيانايد توكسيستي هننتقل لظاهره ثانيه وهي الميثيموجلوبينيميا. الميثيموجلوبينيميا يا جماعه معناها زياده في مستوى الميثيموجلوبين في الدم لنسبه اكتر من 1%. طيب ايه المشكله بقى؟ لما يتحول الهيموجلوبين لميثيموجلوبين فبالتالي الميثيموجلوبين فقد قدرته تماما على انه يشيل الاكسجين او يوصل الاكسجين للخلايا. تمام؟ لان الميثيموجلوبين بيحتوي على ايرن في الفيريك ستيت مش في الفيروس ستيت، والايرن الموجود في الفيريك ستيت بيكون لاكينج للاكسجين كارينج كاباسيتي. تمام؟ طيب causes of methemoglobinemia، تعرضنا للاوكسيدايزنج ايجنت المختلفه. طيب تعرضنا للاوكسيدايزنج ايجنت ممكن يكون حاجه congenital او حاجه acquired. طيب ايه الاوكسيدايزنج ايجنت المختلفه اللي ممكن نتعرض لها؟ امايل نايترايت والصوديوم نايترايت، فينول فيسالين، الانيلين داي، بعض الانتي بايوتيك زي الترايم سوبريم سلفونامايد كو ترايموكسازولين. symptoms of methemoglobinemia يا جماعه كلها هايبوكسيا، مفيش اكسجين بيوصل للخلايا، بس السيمبتومز او الديجري بتاعت السيمبتومز بتختلف على كميه الميثيموجلوبين اللي اتكونت. لو كميه الميثيموجلوبين اقل من 60% فيحصل ريسبيراتوري ديبريشن وهيغلب على البلاد تشوكليت براون كلر بتاع الميثيموجلوبين. يبقى تخلي بالك من لون الدم في حالات الميثيموجلوبينيميا تشوكليت براون كلر. اكتر من كده كوما اند ديس. تريتمنت اوف ميثيموجلوبينيميا، انت عايز ترجع الفيرك بتاع الميثيموجلوبين لفرس مره ثانيه، فانت محتاج اوكسيدايزنج ايجنت. تمام؟ زي الميسيلين بلو. تمام يا جماعه الميسيلين بلو ده ريديوسنج ايجنت، هيحول الفيرك لفرس مره ثانيه. تمام؟ الاسكوربيك اسيد هو حاليا المستعمل كريديوسنج ايجنت اكتر، ممكن ندي طبعا اكسجين علشان نعادل الهايبوكس اللي حاصله. التجربه يا جماعه اللي هتشوفوها في الفيديو، عندنا تو مايس، الفيرست مايس انجكتد بالبوتاسيوم سيانايد، يعني عملنا فيه تسمم سيانايد، السكند مايس انجكتد بالبوتاسيوم سيانايد واخذ الانتيدوت بتاعه للصوديوم نيترايت او الاكسيدايزنج ايجنت. بالنسبه للفار الاول هتظهر عليه اعراض التسمم بتاعت السيانايد لانه واخد السيانايد اونلي من غير انتيدوت. اما بالنسبه للسكند مايس وجود الصوديوم نيترايت هيشتغل كانتيدوت فكره الاوكسيديشن اللي احنا قلناها، فهيعادل السم او هيعمل ابوليشمنت للسيانايد توكسيستي ويظل نور الدم نورمال از ات از. التجربه الثانيه تو ادلت رات، احنا بنشوف القصه بتاعت الميثيموجلوبينيميا. الفيرست رات انجكتد بالصوديوم نيترايت الون كاوكسيدايزنج ايجنت لوحده، السكند رات انجكتد بميثيلين بلو في الاول ريديوسنج ايجنت وبعدين اخذ نفس الجرعه من الصوديوم نيترايت. يبقى عندك التو راتس، واحد اخذ صوديوم نيترايت، الفار الثاني اخذ صوديوم نيترايت بس قبل ما ياخدها كان واخد ريديوسنج ايجنت اسمه الميثيلين بلو. في الحاله الاولى يحصل ميثيموجلوبينيميا، صوديوم نيترايت هاي اكسد البلد، تمام، فيظهر الشوكليت براون كلر نتيجه الميثيموجلوبينيميا. اما بالنسبه للسكند وان هيكون لون البلاد نورمال لان وجود ريديوسنج ايجنت هيمنع حدوث الميثيموجلوبينيميا. تمام، ده شكل الدم يا جماعه اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في الفيديو.